بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية قبل 24 ساعة من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية. حدث تاريخي، حدث بيفرض نفسه على كل الأوساط القروية في مصر وفي الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم. الكبيرين، بطل إفريقيا في مواجهة بطل أوروبا، النادي الأهلي يسعى إلى حلم الرباعية والبايرن يسعى للسداسية، وما أجملها سداسية، خاصة أنها فأل حسن دائما على النادي الأهلي عندما يواجه فريق يسعى لتحقيق السداسية. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وفيها أخبار كثيرة وفيها عناوين مهمة جدا، وأيضا اللحظات الأخيرة داخل بعثة فريق النادي الأهلي قبل مواجهة البايرن غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.